وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بغداد سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك في المؤتمر. مساء الخير سعادة النائب وأهلا بك معنا في نشرة الأخبار. بداية هل لك أن تحدثنا عن أهداف هذا المؤتمر؟ بداية أرحب بالأخوة المشاهدين وأشكركم على هذه الاستضافة. وبالنسبة للمؤتمر المنعقد في بغداد بين الفترة من 25 إلى 26 فبراير، أعتقد أن هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم بالنسبة للدول العربية والمنطقة تحديدا والعراق على وجه الخصوص، لأن هو مؤتمر في يعني البداية والنهاية يصب في مسألة التعاون العربي والتضامن العربي. وأعتقد أن نجح اتحاد البرلمان العربي في هذه الاستضافة، تقريبا معظم الدول العربية كانت حاضرة، وأيضا كان هناك تفاعل إيجابي من جميع الدول العربية باتجاه تعزيز التعاون والتكاتف العربي باتجاه يعني المستجدات اللي على الساحة العربية والدولية والإقليمية أيضا، لأن هذه يعني مسألة تهمنا كوطن عربي وكبرلمانات عربية. نعم سعادة النائب، حمل هذا المؤتمر عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته، فما هي آلية دعم دولة العراق الشقيقة ومساندتها التي خرجتم بها من هذا المؤتمر؟ أعتقد هذا الشعار مهم، لأن العراق في فترة تحول مهمة في ظل وجود حكومة جديدة في العراق وأيضا آمال جديدة معقودة على العراق. وأعتقد أن الجميع كان يهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز هذه الوحدة، وفي نفس الوقت الدعم المشترك العربي المشترك لمسيرة العراق التنموية، انطلاقا من النجاحات التي تحققت في الدورة الأخيرة في كأس الخليج وما بني عليها من عوامل إيجابية في الساحة الإقليمية والعربية، وأيضا ما عززه العراق من تكاتف وتلاحم شعبي. وكيف ترون انعكاس مشاركات مملكة البحرين في مثل هذه المحافل البرلمانية على المملكة بشكل عام وعلى السلطة التشريعية على وجه الخصوص؟ بالنسبة لنا في البحرين، أنا أعتقد هذا النوع من المشاركات العربية والإقليمية تساعد كثيرا في يعني حضور البحرين كبلد وكبرلمانات مجلس الشورى ومجلس النواب، أيضا كانوا حاضرين ومؤثرين في أطروحاتهم في المشهد العربي من خلال هذا المؤتمر. وأعتقد إحنا نستفيد كثيرا كدولة كمملكة البحرين في أن يعني تبادل هذه الخبرات بيننا وبين إخواننا وأشقائنا العرب، بما ينعكس إيجابا على أدائنا كبرلمانات وكمجالس شورى ومجالس نيابية، وفي نفس الوقت يعزز من خبراتنا في العمل المشترك الذي ينطلق من منطلقات عربية ومن منطلقات لها مصالح مباشرة بشعوبنا ودولنا. من بغداد سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.